عرفت ان انا محوطاكي حتى في منامك. لو عايزه تحصل ابوكي ارمشي بس بعينك وقولي اللي شفتيه، وساعتها هتموتي بدل المره الف، بدل المره الف. سر في شوق يا اهبل، مش في ابو سنه. شوق؟ وايه دخل يا حاج شوق بالحوار ده؟ شوق؟ شوق هي ترياء ابو سنه، هي اللي قفشه سره وملوده وراها، وهي اللي مالت مخه وجابته لحد عندنا هنا، وهي اللي هتجيب اجل خميس. بس خميس مش هيديها فرصه. ها؟ وانت ايش عرفك؟ متهيألي يعني انه مش سهل وهي يعني ما ينفعش. اللي يسمعك كده يقول انك تعرفيه كويس. انا؟ وانا اعرفه منين؟ يعني انا بسمعكم بتتكلموا. بنت يا سوريا. ايوه يا معلم. نعم. بنت ظبطي الحجر قبل ما يفحم. حاضر. مالك يا مطر؟ ما تقعدي، مدينانة ولا ايه؟ لا اصل انا تعبانة، هخش انام، دخت من لف طول النهار. تصبحوا على خير. لا. عاوز مني حاجة تانية يا معلم؟ لا خش نام انت كمان. طب بالاذن. مراتك الايام دي رجلها خارت على الخروج. عادي يا حاج، بتنزل تتسوق. انت عارف بقى مخ الحريق. ايوه، يبقى اسالها كده وشوف هتقول لك ايه، وبقى تعالى قول لي. ليه يا حاج؟ انت قلقان من حاجه؟ اسالها الاول بس. بتقول ايه يا خميس؟ اللي سمعتيه يما، أنا راسي متلخبطة ودماغي هتتشقلب قصاد عيني. أبو سنة راح للنوح؟ هي حصلت؟ اخص عليك يا أبو سنة، تروح للنوح برجليك. الظاهر كان معاك حق يا أمه. إحنا مش في مين اللي معاه الحق، إحنا في المصيبة دي اللي لازم تتلم. أنا بقدر وراه رجالة في كل حتة، بس زي ما يكون قرص فوار وداب في كوباية مية. مفيش غيرها العقربة مراته، بخت السم في ودنه ورميته في سكة النوح. معلوم. أما سدت السكة في وشها هنا، رمت هلب هناك ودورت بقى شريط ذكرياتها القديم لحد ما وقفت في محطة النوح وقالت نرجع اللي كان ونلم كل بنت الغزية. وهو ما صدق لبد في العظمة. جياله على طبق فتة ابن الجعانة. الخبر ده لو اتسرب هيبقى مطب عفش. حكاية النوح دي لازمها جفلة. والطرمدول ده ممكن يشوه الجنين اللي في بطنك ويخليه يتولد مش طبيعي، وتعيشي عمرك كله شايفة بلاويه متجسدة في ابنك. أنا وحياة ربنا ما أعرف يا دكتور، دول قالوا لي ده بيسهر وبيخلي الواحد يصلب طوله كده ويقدر يقف على حيله للصبح. وللأسف هو ده الوهم اللي بيصدقوه ناس كتير، وفي الآخر بتكون النتيجة بلاوي سودة محدش يقدر عليها. أنا بحذرك يا رمانة، لو ما بطلتيش داخل البرشام ده، الله أعلم الجنين اللي جاي ده هيبقى شكله عامل إزاي. أنا عموما ما حبيتش أكبر الموضوع وأعمل لك مشكلة، إن حسيت إنك غلبانة ومش فاهمة حاجة، بس أديني بفهمك، لو ما سمعتيش كلامي يبقى قضيتي على اللي في بطنك ومش هشوف النور. حاضر يا دكتور، حاضر. توعديني؟ أوعدك. سلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. ها طمنيني، خلاص هتخرجي؟
الله يخرب بيتك يا بعيدة، الزفت اللي انت كنت بتديهولي ده كان هتضيعني ويضيع اللي في بطني. اسمعي يا بت، بقولك ايه، انا مش عايزة جنس مخلوق على وش الارض يعرف ان العيل ده لسه موجود. حتى افندينا؟ خصوصا افندينا. طب ودي حاجة تستخبى يا اختي، ما مصير المستخبي يبان. ساعتها يبقى ربنا يحلها، انما لحد ما يبان لسانك اللي عايز القطع ده ما ينطقش بكلمة لجنس مخلوق، انت فاهمة؟ امرك. بس انت ناوية تروحي الشغل برضه؟ لا، شغل ايه؟ انا خلاص تابع علي ربنا. علاجك ده انت مش بتحمي نفسك بس بيه، انت كمان بتحمي بيه حبيبتك اللي نفسك تتجوزها. مش انت نفسك تتجوزها برضو يا شادي؟ اكيد. ومالك مكسوف كده ليه؟ الحب ما بيكسفش، الحب بيخليك so strong وعندك energy وباور وتبقى نفسك تقول للعالم كله ان انت بتحب، مش كده؟ كده يا دكتور، بس انا مش فاهم هما احميها ازاي من الترامادول، هو بيأثر عليها كمان؟ اكيد لما تتجوزه هيبقى نفسك تخلف منها، البيبي ده ممكن والسموم دي كلها في جسمك يا اما يطلع مشوه او لا قدر الله يموت. يموت؟ الدرجه دي الترامادول بيعمل كل ده؟ بس احنا خلاص يا شادي نظفنا جسمنا من كل السموم دي، وانت وعدتني انك استحاله ترجع لها تاني، صح؟ صح. You promised. صباح الخير. اهلا بالقمر. بص بقى، انا جبت لك كل الكتب اهو عشان ما يبقالكش حجه، هتذاكر وهتستعد مش هيفوتك اي حاجه خالص، وهتطلع من هنا وانت زي الفل. برافو عليك يا مريم، وانا كمان محضره لك مفاجاه جامده جدا. ايه هي؟ رامي ويحيى خفوا جايين هما كمان يسلموا عليك. رامي، يحيى، شادي. رامي، شادي، يحيى. الحمد لله على السلامه. عامل ايه يا شباب؟ وحشني. ازيك يا يحيى؟ احنا لازم نرجع نذاكر تاني يا معلم. لازم. يلا يا شادي، ما عندناش وقت. يلا بينا. يلا اتخدت الكتاب ده؟ معايا في البيت ده، انا اول مره اشوفه. هنذاكر. التلفزيون بوظ دماغي الخلق، كله بتاع كلام، كله كلام وبس. عيش يا ذبابه، واحنا شعب نموت في الكلام. الناس دي لو بتحب البلد بجد يمشي ورا دماغي. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي. هما مش بيقولوا السياحه مضروبه؟ السياحه مضروبه ليه؟ عشان السايح من دول ورا مزاجه يمشي ورا مزاجه. فاحنا لو جينا عملنا كام مدينه على كام بلد جوه مصر زي شرم الشيخ، اسوان، البلاد السياحيه دي، عملنا فيها الحشيش رسمي. يعني السايح يقف قدام الكشك يشتري سجارته، يشتري قرش حشيشه، يشتري بفرته. بس جوه المدن دي بس، مش سبهلاله يعني. اللي يتمسك بره البلاد دي بحشيش ربنا يتولاه، واللي يفلت يبقى حلو. الغرض ان نتفرج بقى على السياحه اللي هتجيلك، سياحه خارجيه عشان يدوقوا حشيشنا، وسياحه داخليه عشان عارفينه. اتفرج بقى، ساعتها الدولار هيبقى ب 75 ساخ. ده غير الضرايب اللي هتدفع للبلد، حق البلد. الله عليك يا فندينا، إلا بالحق صحيح. هو الخال فين؟ موجود. يعني الكلام اللي بنسمعه دول في الكليتش؟ كلام ايه يا معلم؟ الكلام اللي عم بيتقال في السوق انكم اختلفتوا. لحد هنا وفرمالة يا معلمين. يا زبابة. ايوه يا فندينا. هو مرمي. الله، انت زعلت ولا ايه يا فندينا؟ يحط مناخيره وسط العيله دي يتفرم. الخال يعني افندينا، وافندينا يعني الخال، والعيله لو واخذه كده منفذه على بعضها، والعزوه صلبه الظهر، وانتوا عارفين مفرقها لحد فين. احنا بنطمن يا معلم، وكان غرضنا. مفيش غرضنا، الكلام جاب اخره يا معلمين. ايوه يا افندينا، بس احنا لسه ما اتفقناش على المصلحه. مفيش اتفاق، وكل واحد هياخد اللي يترمي له ويشتغل بيه. الكلام معايا على الكيف يا زوز. اؤمر يا فندينا. وصل الرجاله، يظهر الدخان توالهم. اتفضلوا رجاله، نشم هو بره مع الخضره. هات يا ذبابه. يدوم الواجب يا معلم. واجبك واصل يا ابوي، اجلي دورة يا جمع.